فالذكر عبارة عن استحضار عظمة الله في القلب. انما لو كان الذكر بالمعنى اللي احنا ماشيين بيه هو 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 وحركات رأسية وحركات افقية ويتمايل يمين ويتمايل شمال والاخر يدوخ ويستنطى يجيب اللي في بطنه كله والاخر لما يستنطى يقوم يقول ايه اصل خدته الجلالة. جلالة ايه؟ جلالة ايه؟ فهو ده ادب الذكر. فانت لو رحت الواحد عشان تطلع على البطاقة الشخصية وقال لك عايز ايه جاي ليه فانت اتصوحت يمين قلت له عايز البطاقة الشخصية عايز البطاقة هيحولك عنبر اربعة اللي هي الاحوال المستعصية يا اخويا. ها؟ اه جربها كده. جرب ها؟ جرب اذا كنت اذا كنت ترضى لنفسك هذا خلاص؟ ها؟ فاذا كان الموظف ما يرضاش انك تاخذه بالطريقة دي فازاي بقى يا حي 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 هو ايه يا ابني؟ هو ايه يا ابني؟ ها وتروح كده ابو السعود الجرح تلاقي المنشد قاعد وحواليه الذكيره والمنشد بقى صوته حلو يقول لك العيوني السود رموني حي حي عيون سود ايه في الشيخ؟ عيون سود يا ابو العيون السود؟ عيون ايه؟ ابدا ده انا عايزك توحد الله كده تقول لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ساب السيدة جوارية بنت الحارث ام المؤمنين بتعبد الله ورجع. هذا مشوار ورجع قال لها انت كنت قاعدة بتقولي ايه؟ قالت له كنت اذكر الله. قال لها انا هقول لك كلمتين اذا قلتيهم يبقوا خيرا من الدنيا وما فيها. انا عايزك بقى توحد الله وتسمعني الصلاة على رسول الله تقول اللهم صل عليه. لا اله الا الله. ايه يا نبي نقول ايه؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلمته. لو قلت مرة واحدة يبقى خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرضه ورضاء نفسه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلق زنة عرضه رضاء نفسه مداد كلمات. وبعدين الامام البخاري ختم صحيحه بهذا الحديث. هو بدأ كتابه بقول الرسول انما الاعمال بالنيات وختم الكتاب الصحيح بايه؟ كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اهو ده ذكر من الاذكار اللي كان النبي بيقولها من ضمن الاذكار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. من ضمن الاذكار استغفر الله العظيم. من ضمن الاذكار لا اله الا الله الملك الحق المبين. ما توحدوا رب العالمين يا رجال اولاد لا اله الا الله. انما نروح نجيب بقى كلام لا له معنى ولا طاعه نقول حال روح كسق كد كد كركد. لما تركب كده وخلاص ايه كد كد كركد؟ انا ما هو ده ما ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وسيدنا النبي يقول ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. 99 اسم يا اخي
مش مسافه 99 ايه بتجيب كلام ما احنا مش عارفين معناها ايه. ما تذكر الله بالاسماء التي نزلت على رسول الله. وبعدين ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله يعني يستحضرون عظمة الله في كل حال من احوالهم. فهو اذا كان قائما فعظمة الله في قلبه. واذا كان قاعدا فعظمة الله في قلبه. واذا كان نائما على جنبه فعظمة الله في قلبه. فهو في كل حال ذاكر لله لا يغفل عن ذكر الله ابدا. ولذلك اسمع معايا شوف النبي بيقول ايه. بيقول الا ادلكم على خير اعمالكم واجزاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله